4, 3, 2, 1, 0. طبعا وهو التشنج المهبلي وصعوبة إتمام العلاقة الزوجية. بس هو ده موضوع الحلقة وهو ده اللي الدكتورة رانيا عايزة تتكلم عنه. بس أنا أول سؤال سألته قلت لها إيه اللي جاب العلاج الطبيعي استشاري الدكتور يعني استشاري ومدرس العلاج الطبيعي لهذا النوع من الأمراض ده على طول نسى. ليه بقى كده؟ هو دكاترة نسا بقى بيحاولوا لنا الموضوع لان هم طبعا عندهم دراسة كبيرة وفاهمين ان الموضوع ليه علاقة التشنج المهبلي ليه علاقة بالعضلات، يعني بيبقى في عضلات فيها تقلص شديد. تمام. في عضلة اسمها البيبوكوكسجاس مثل وفي البلبك فلور ماسلز، دي عضلات في الحوض بتبقى فيها تقلص، وفي حاجة اسمها عضلة اسمها الهيب فليكسورز، مجموعة عضلات برضو بيبقى فيها تشنج، وفي حاجه اسمها الهيب ادكتورز، دي برده مجموعه عضلات رابعه، دي كلها مجموعه عضلات، كل المجموعات دي شوفي اربع مجموعات فيها تشنج. فده كله ريليتد بس بالعلاج. اكتر حاجه طبيعه البشره طبعا انواعها يا جافه يا دهنيه. نعم. وفي البشره العاديه بس هو غالبا من ظروف الجو فاحنا بنلاقي نفسنا او المشاكل اكتر، يعني ايه هتلاقيها يا اما البشره بتجف فعلا من الظروف اللي انت قلتي عليها فتتحول لجافه، يا اما طبيعه البشره الدهنيه اللي هي بتعمل مشاكل الحبوب والندبات اللي بتنتج عن اثر الحبوب والحاجات دي. تمام. يعني العاديه زمان كانت العاديه بدون اي حبوب واي مشاكل، دلوقتي العاديه اللي هي يا دوبك يعني كام حبايه بسيطه مثلا او تقلب جافه اقل المشاكل يعني بسبب الجو برضه. طيب البشره الجافه اعتقد ان دي اكتر بشره بتضطر جدا في الوقت التراب ده، يعني بتبقى اكثر جفافا من الاول. والله كل انواع البشره بتضطر من الشمس والتراب. كل انواع البشره مفيش بشره بتنجو. استشاري العلاج الطبيعي والسمنه وعضو هيئه تدريس كلية الطب جامعة القاهرة. أهلا أستاذ دكتورة رانيا. دكتورة رانيا زي ما قلت في البداية انزلاق لظروفي، يمكن قبل ما نتكلم عن الانزلاق ووصل الظهر مش الانزلاق، عاوزين يعني عرفينا الشكل التشريحي بسيط بأسلوب بسيط فيما يخص العمود الفقري سواء الخاص بالرقبة أو الظهر. احنا عندنا العمود الفقري أولا بيتكون من 7 فقرات عنقية بعدهم أو ظهرية، وبعدهم بتيجي الفقرات فقرات قطنيه، وبعد كده بتيجي الفقرات العجزيه دوت بتاعه العصاص، بيبقوا 4 فقرات. عدد الفقرات بتاعه العمود الفقري كلها 33 فقره. بين كل فقره والتانيه في وساده هلاميه اسمها ايه الغضروف او الديسك. تمام. دي عباره دي اللي بتاخد الايه الصدمات او طبعا بالظبط. دي عباره عن قرص ليفي وجواه ماده جيلاتينيه بالظبط عشان تتحمل الصدمات.
دي بقى اللي هي سبب كل المشاكل اللي لما بيحصل فتق في الغشاء، ضغط على الايه، على الجذور العصبية، تمام، ضغط فيحدث الألم وتحدث فيحدث الأعراض. الألم. ألم الفقرات فيها يعني مش لازم يكون الألم في المكان نفسه، ممكن عشان بيحصل ضغط على الجذور العصبية ممكن الشكوى سمع تبقى في حتة في تاني حتة تانية، في بالظبط. الدراع مثلا، في الرجل. تمام دكتورة رانيا، يعني موضوع القدم السكري ده يمكن بقالنا كده كام سنة، حاجة بسيطة لسه ابتدينا نتكلم فيه، لكن زمان كان بيحصل بتر للقدمين وما كانوش بالظبط. يعرفوا ايه الأسباب، وفجأة يقول لك أصلها جالها غرغرينة، عارفة زمان بقى والأفلام بتاعت زمان. معلش أنا بحب أتكلم دايما بالعامي ولحد وبالمعلومات دلوقتي، اللي الناس تفهمنا بيها. أيوة، ولحد دلوقتي القدم السكري يعني مش ناس كتيرة داخلة فيه يعني في علاجه، وبيوصل ناس كتير. احنا عشان احنا في الفيلد فبنشوف ناس كتير بتوصل لكده لو ما تلحقوش وتعالجوا صح. طيب لو ما تلحقوش وتعالجوا صح، احنا نقف عن الجملة دي، ان كتير جدا بنسمعها من الدكاترة، بس بيبقى اتس تو ليت، الوقت اتأخر جدا. بالظبط بالظبط تيجي تقول لها انت ازاي سايبة رجلك كده طول الوقت ده، صح كده؟ بالظبط طيب كده خلينا بقى نعمل فلاش باك ونروح من الاول. بالظبط. يبتدي ازاي اي ست عندها سكر او اي رجل عنده سكر يبتدي يعتني ازاي برجليه، وعشان ما نوصلش للمرحلة دي، وتقول لنا بقى كمان، وهندخل كمان للي برضه عشان يبقوا معانا مشاهدينا، ايه الاخطاء الشائعة، ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها ممكن توصلنا لا سمح الله للمرحلة دي. تمام. اولا السكر هو عبارة عن اضطراب في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات نتيجة لنقص افراز الانسولين او مشكلة في العمل بتاعه. نعم. تمام، دي في البداية. طيب الاول يعني ايه قدم سكري، يعني ايه الكلمه دي وجت منين وبتحصل ليه؟ بتحصل لانه الناس اللي عندهم سكر دون في عندهم مشكله قلنا في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. تمام. فاذا الجلوكوز اللي موجود دون بيتحول لماده اسمها السوربيتول. الماده دي اول حاجه بتدخل تعملها تعمل تلف في الخلايا العصبيه. تمام، يعني اللي عندهم السكر بيبقى اصلا عندهم سوء تغذيه، يعني نسميها يعني ان التغذيه ما مش بتوصلش ما هو لو هو بقى مش منظم اكله ومش ماشي في السكه بتاعت تنظيم الاكل، الانسولين في المواعيد في المواعيد بتاعته بالظبط، هي كلها سيركل واحده. طب بندخل بعد كده نقدر المعلومه اللي نفهمها ان السكر بياكل الاعصاب. بيعمل تلف في الاعصاب القدم. وبيأثر على اهم حاجه اللي سببت التلف ده ايه؟ لما يكون السوربيتول ويكون نقص الاكسجين اللي واصل للخلايا ده بيعمل مشكله، بيعمل ضيق في الاوعيه الدمويه. تمام. والمشكله ان هو ما بيعملش الضيق ده في الاوعيه الدمويه الكبيره اللي هي السيستميك، اللي هو لو انت خدتي اي دواء ممكن يحسن لك الايه الاوعيه الدمويه دي. التبول اللا ارادي. لا، التبول الارادي ده في منه نوعين، التبول الارادي اللي هو الليلي اللي بنسميه نكتر انيوريز، ده بيبقى عباره عن انه الانسان يعني مش عايزه اقول لان هو بيبقى في الاطفال على فكره وفي الكبار، يبقى كويس طول اليوم وبالليل ساعه فتره النوم يحصل عدم القدره على التحكم، يصحى يلاقي نفسه مش متحكم، لا نفسه عمل تبول لا ارادي يعني. ده النوع الاولاني. والنوع ده النوع التاني في نوع تاني اللي هو بنسميه سلاسل البول عند النساء، ده بيبقى بعد سن 45 ممكن يحصل عند بعض النساء نتيجه يا اما ضعف في عضله المثانه او نتيجه زي ما كنت بقول لحضرتك انه الشلل، بس مش رباعي بس، مش احادي بس، هو في انواع مختلفه من الشلل. الاول بس احب اعرف انه يعني ايه شلل؟ كلمه شلل دي بتطلق على ايه؟ ده مصطلح عام بيطلق على جميع انواع عجز الحركه في اي جزء من الجسم، سواء كان من اول الوش لحد الاطراف، طرف واحد، طرفين، ناحيه واحده، الاربعه، كل ده بنطلق عليه كلمه شلل او باراليز. تمام. السكته الدماغيه مصطلح برضو معانا على طول، يعني في الغالب لما بنقول شلل رباعي بنقول سكته دماغيه او بنشك في فكره سكته دماغيه. هو الشلل النصفي دايما اكتر، بيبقى اكتر مع يعني عشان يحصل شلل رباعي مع سكته دماغيه دي حاجه نادره. الاغلب انه بيحصل في ناحيه واحده يبقى شلل نصفي، بيحصل سكته دماغيه خلينا نقول اللي هي الستروك دي دايما بيكون سببها الشلل النصفي. عامه دي اسباب كتير من ضمنها السكته الدماغيه او اللي هو السبب اللي هو الفاسكولر اللي هو بيبقى يا اما جلطه يا اما هيموريدج نزيف في المخ. تمام. في اسباب طبعا كتيره زي مثلا حد يعمل حاسه ويتخبط في دماغه ويحصل تجمع دموي ممكن برضو يعمل شلل نصفي، زي مثلا انه الاطفال اللي بتتولد يحصل لهم اختناق في فصائل فتره وقت عبد العليم استشاري العلاج الطبيعي مستمر. النهارده هنتكلم عن
سوء التغذية وسقوط الشعر والهالات السوداء. هنركز عليهم لان مشكلة سقوط الشعر ومشكلة الهالات السوداء من المشاكل اللي بقت شائعة جدا جدا وبتقابلنا كلنا وعندنا مشاكل كتير. هنتكلم النهارده عن دور التغذية في العلاج الطبيعي كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. النهارده هنتكلم عن التغذية وأمراض المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي. ناكل ايه؟ الجاسترايتس او التهاب المعدة او قرحة المعدة من المشاكل اللي بتقابل ناس كتير جدا. ناس كتير عندها مشاكل في معدتها وناس كتيرة عندها فعلا قرحة في معدتها في الاثنى عشر. وهل في انواع جزيز؟ ايوه، النهارده هنتكلم عن ازالة الشعر بالليزر. موضوع جديد والناس كلها بتسأل عليه، هل هو مفيد هل هو مش مفيد؟ إزالة الشعر بالليزر، هل الشعر بيرجع تاني ولا لأ؟ الفترة اللي بناخدها قد إيه لحد ما الجسم ما يطلعش فيه شعر تاني؟ وهل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا هنتكلم عن إزالة الشعر، هنشوف النهاردة مع الحالة اللي معانا إزاي بنعمل إزالة للشعر. الجلسة سهلة جدا، ممكن تختاري مكان في الجسم معين، ممكن تعملي توتال بادي، تعملي الجسم كله. بتتعمل جلسة في الشهر لمدة من 6 لـ 8 مرات والشعر ما بيطلعش خالص تاني، وبتبقى طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي قلق لأي حد. وبنظبط الجهاز، هنشوف دلوقتي ازاي. كل حد على حسب درجة لون البشرة. وبتتحرق الفوليكل بتاعت اللي هي البصيلة بتاعت الشعر نفسها بتتحرق وما بتطلعش تاني بقى مع الوقت. طبعا احنا لازم نلبس النضارة في الجلسة علشان اشعة الليزر تدخلش علينا.